السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي؟ اليوم سنقوم بمراجعة سريعة لبعض الحروف والمقاطع التي درسناها سابقا. سنبدأ الآن. شي رو ثو جا أط مي إز لا غ غ سن سن إب إب إع إع. إلى هنا وانتهينا من المراجعة السريعة التي قمنا بها. الآن سننتقل إلى درسنا الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبتي؟ اليوم سأقدم لكم قصة جميلة جدا، وأنتم يا مبدعين الصغار ستكتشفوا من هو ضيفنا لليوم. من هو ضيفنا لليوم؟ هيا، هل أنتم مستعدون؟ رائعون. قادت قمر قطارا، حمل القطار قردا وقفصا. طوط، وقف القطار، قفز القرد على غصن الشجرة تحت القوس. الصغار، بعدما سمعنا القصة سأطرح عليكم مجموعة من الأسئلة. أولا، من يقول لي ما هي شخصيات القصة؟ هيا هيا فكر فكر، هيا هيا فكر فكر. حسنا، رائعون جدا. قمر والقرد. الآن ما هي وسيلة النقل التي استخدمتها قمر؟ فكر فكر فكر، هيا فكر. أحسنتم، القطار. أين قفز القرد؟ أين قفز؟ أحسنتم، قفز القرد على غصن الشجرة تحت القوس. رائعون جدا. الآن لننتقل إلى الصفحة التالية. الآن بعدما تعرفنا على هذه القصة الجميلة، من خلال هذه القصة ستكتشف أنت أيها المبدع الصغير ضيفنا لليوم. وكما تعلمنا سابقا في دروسنا، ضيفنا لليوم هو حرف القاف. حرف القاف، هيا نرحب بحرف القاف. أهلا وسهلا بحرف القاف، شرفتنا ونورتنا يا حرف القاف. أريد تصفيق حار جدا وأنتم في منازلكم لحرف القاف. هيا أقوى أقوى أقوى، رائعين جدا. الآن دعونا نتعرف على أشكال حرف القاف، لأن القاف اسمه قاف وصوته إق. اسمه قاف وصوته إق. والآن يا أول ستقوم وأنتم في منازلكم بقراءة الكلمات التالية. الكلمة الأولى، أحسنتم، قمر. الكلمة الثانية، رائع، وقف. والثالثة وهي الأخيرة، ورق. أحسنتم. الآن من خلال الثلاث كلمات التي تشاهدونها سنتعرف على أشكال القاف وحالاته وأين ورد. والآن سننتقل إلى الكلمة الأولى. من يقرأها؟ أحسنتم، كلمة قمر. رائع جدا، كلمة قمر. الآن أين ورد حرف القاف في كلمة قمر؟ أين؟ فكر هيا يا مبدع. أحسنت، رائع. ورد حرف القاف في بداية الكلمة. أين ورد في كلمة وقفة؟ مبدع، أحسنت. ورد حرف القاف في وسط الكلمة. وفي كلمة ورق أين ورد؟ رائع، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ورد حرف القاف في نهاية الكلمة. الآن حرف القاف حالته متصل. حرف القاف يتصل بالميم،
وهنا حرف القاف أيضا متصل بالفاء، لكن في نهاية الكلمة حرف القاف أتى منفصل وحده، لكن هناك حالات يأتي حرف القاف في نهاية الكلمة يكون بها متصل مع الحرف السابق له. الآن يا أول، كم شكل لحرف القاف من خلال هذه الكلمات؟ من يتوصل كم شكل لحرف القاف؟ فكر. أحسنتم، لدينا شكلان لحرف القاف، رائع جدا، جزاكم الله خيرا. الآن يا أول، هل دائما حرف القاف يأتي صوته إق إق؟ دعونا نشاهد، هل دائما؟ حسنا. الآن يا أول سنتعرف، هل حرف القاف دائما إق؟ دعونا نشاهد هذه القصة الجميلة ونستمع إليها. في حديقة الحروف نمت زهرة حرف القاف، وجاءت لزيارتها فراشات عائلة المدود والحركات لتلقي عليها السلام، وسلامنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي درسناه في مادة التربية الإسلامية، والسلام ينشر المحبة بين الناس. حسناً، دعونا نشاهد الآن حرف القاف مع المدود وحركات المد. قاف عندما تتصل بحرف المد الآ تصبح قا قو قي، وعندما يسقط على رأس القاف الفتحة فتح رأسها وأصبحت ق ق ق ق، ثم ذهبت للطبيب فضمم رأسها فأصبحت قو 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 قو، وثم كسر قدمها فأصبحت قي 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 قي، وعندما تنام بسكون يكون صوتها أق أق. حسناً، رائعين جداً يا أول، للآن تعرفنا على أشكال القاف شكلان، وعلى اسم القاف، وعلى صوته أق، وعلى قا قو قي مع حروف المد، وق ق ق ق مع الحركات. الآن دعونا ننتقل إلى هذا النشاط الجميل. وكما تعودنا، من يقرأ لي صيغة السؤال؟ أحسنتم، ساعد القنفذ في اختيار الصورة التي أنطق بها بصوت القاف. هيا، كرسي، هل ننطق بها بحرف القاف؟ لا، بالتأكيد. ذراع، أحسنتم. قارب، قارب، رائع، فالمصفق هنا قارب، قارب، حرف القاف. قلم، قلم، رائع، فالمصفق. فراشة، لا يوجد بها حرف القاف. قرد، قرد، أحسنتم، فالمصفق هنا، رائعين جدا يا أول. الآن يا مبدعي الصغير، ستختار الفراشة التي تحمل شكل القاف الصحيح لكتابتها في المكان المناسب. هيا، اختار واكتب، رائع، أحسن. سنقوم باختيار القاف في بداية الكلمة. أحسنت، رائع جدا. ننتقل إلى الكلمة الثانية. لدي كلمة وقف، ما هي القاف المناسبة؟ ما هي القاف المناسبة؟ أحسنت، وقف في وسط الكلمة متصلة بحرف واحد. والآن سننتقل للكلمة الأخيرة، شروق، شروق، أحسنتم، قاف في نهاية الكلمة وحالتها منفصلة، رائع جدا، فلنصفق لأنفسنا. أما الآن يا صغاري الأحباء، سنقوم بفتح كتاب اللغة العربية على صفحة 38، وكما تعودنا سنقوم بتسطير بخط مستقيم تحت أشكال القاف وتحت صورة القلم، ثم سنكتب قمر رفق قلم. رفق كما تعودنا الرفق بالحيوان، وناقشنا هذا الموضوع في السابق. ثم ننتقل إلى تدريب واحد، أنطق إق ق ق قي، قا قو قي.
عند الانتهاء ستنتقل إلى تدريب 2، أردد الكلمات منتبها إلى صوت القاف. بالتأكيد ستقوم أنت وأنت في المنزل بقراءة صيغة السؤال، ثم ستقرأ 3 كلمات وتنتبه إلى حرف القاف. قال وقف شروق. بعد الانتهاء ستنتقل إلى تدريب 3 وتقرأ أيضا صيغة السؤال، أضع دائرة حول القاف. ستقرأ جميع هذه الحروف وتضع دائرة حول القاف. أنا سأقوم بحل أول مثال وأنت ستكمل الباقي. بعدها ستنتقل إلى صفحة 39 إلى التدريب 4، أضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف القاف. ستقرأ جميع الكلمات والكلمة التي تحوي حرف القاف ستضع حولها دائرة. أنا سأحل أول مثال، قصة تحوي حرف القاف، نعم وضعت حولها دائرة، وأنت تابع باقي التدريب. وبعدها أحلل الكلمات إلى مقاطع، لدي 3 كلمات ستقوم بتحليلها. أنا حللت لكم الكلمة الأولى وأنت ستتابع باقي التدريب، قال وأنت ستتابع وقف شروق. وبعدها ستنتقل إلى التدريب 6، أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ، قاسم قارب قادم. وبعد الانتهاء ستقوم بقراءة هذه الجملة، قال قاسم قلمي جديد.